من التفاصيل حول هذا الخبر الأستاذ منصور كامل، مسؤول ملف مجلس الوزراء بجريدة المصري اليوم. أهلا بحضرتك أستاذ منصور. أهلا وسهلا يا فندم، تحياتي لسعادتك ولكل المشاهدين. ولك أيضا يا فندم. ويعني النهاردة يعني بنتكلم عن بروتوكولات تفاهم في قطاع البترول بين مصر والكويت، ويعني عاوزين نعرف المجالات اللي هتم استثمار فيها تفاهم الكويت مع مصر في هذا الشأن. هو زي ما حضرتك كده اشرتي، هذا المؤتمر او الاتفاقيات الاربعه وقعوا اليوم بمقر مجلس الوزراء بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف اسماعيل وزير البترول، وممثل ورئيس الشركه القابضه للبتروكيماويات المصريه، وممثل اربع شركات الكويتيه اللي تم توقيع معهم مذكرات التفاهم. هو طبعا عمليات انشاء الشركات البتروكيماويات دي عمليه بتاخد وقت طويل، تستغرق حوالي من 3 لـ5 سنوات، او يعني بنتكلم عن 5 سنوات حتى تكون هذه المشروعات جاهزه للنور. لكن هي على كل المشروعات ضخمه، ضخمه القيمه، ضخمه العائد، ضخمه العماله، هتشغل يعني الاستثمارات فيها حوالي 6.8 مليار دولار. ما تم توقيعه اليوم هو مذكره لبدء الدراسات الخاصه بالمشروع، تمهيدا بعد كده للطرح وعمليه الانشاء. دي هتكون مساهمه ما بين القطاع العام المصري ممثلا في الشركه القابضه للبتروكيماويات، والقطاع الخاص الكويتي ممثلا في الشركات الاربعه، لانشاء 4 مشروعات، ما بين مشروع لانتاج ماده البروبلين، مشروع لانشاء معمل تكرير البترول، مشروع اخر للاسمده الفوسفاتيه. كل هذه المشروعات هيتم انشائها بالتعاون ما بين الجانبين. هذه المشروعات هتسعى لحوالي 8 او تتيح 28,000 فرصه عمل مباشره، بخلاف يعني اضعافهم من فرص العمل غير المباشره في هذا المشروع. هيتم اختيار مواقع قريبه من قناه السويس الجديده لانشاء هذه المشروعات، بحثا طبعا عن فرص افضل للتصدير من خلال وجود المواني ومن خلال وجود مجرى قناه السويس العالمي اللي بيتيح لهذه المشروعات التصدير شرقا وغربا لكل العالم. يعني الجمهور العادي ممكن يعتقد ان مصر ما عندهاش يعني ثروه بتروليه كبيره، حقيقي في اكتشافات بتروليه بنحاول نعملها مع دول زي بريطانيا والمانيا وغيرها من الدول، لكن في النهايه هل احنا عندنا ماده خام كافيه حتى نستطيع استغلالها في هذه المشروعات زي البتروكيماويات او مجامع تكرير او غيرها من المجالات؟ طبعا حضرتك عارف ان مصر يعني لديها يعني اولا مصر في موضوع معامل التكرير احنا من الدول اللي على مستوى المنطقه لنا يعني ثقل في موضوع تكرير البترول، وان كانت معامل التكرير بتحتاج لتطوير. انت ممكن تستخدمي معامل التكرير ليس فقط للحساب الجانبي المصري وما يستخرج منه، لكن ممكن يتم فيها تكرير مشتقات بتروليه لدول اخرى قريبه. ايضا المشروعات الاسمده الفوسفاتيه هي مش بتعتمد على الغاز الطبيعي كمكون خام زيها زي الاسمده الازوتيه، لكنها هي قائمه على مواد البتروكيماويات وليس البترول ومشتقاته الرئيسيه المباشره. فيعني هذه الصناعات هي ليست قائمه على المشتقات البتروليه مباشره، ولكنها قائمه على الاستفاده منها او تحويلها. فطبعا احنا من الدول ايضا اللي احنا لدينا يعني صناعه في مجال الاسمده، صناعه ضخمه سواء في الاسمده الفوسفاتيه او الاسمده الازوتيه، بعض الشركات فيها مملوكه للقطاع الخاص وبعض اخر مملوكه للقطاع العام مثلا في الدوله. طيب طبعا حضرتك بتتابع اهم الاجتماعات اللي بتتم مع رئيس الوزراء. النهارده كان فيه اجتماع بين نقيب الصحفيين ونقيب المحامين مع رئيس الوزراء. والله هو حضرتك في مجموعه كبيره بتتم من المقابلات، يعني احيانا ما بيكونش متاح فيها المعلومات كافيه. يعني رئيس الوزراء النهارده التقى بشخصيات كبيره جدا، التقى ميرفت التلاوي رئيس مجلس قوام المرأه، التقى ديارة شوان زي ما ذكرت رئيس المجلس رئيس نقابه الصحفيين، التقى ايضا بعدد من الوزراء في اطار مقابلات العاديه، لكن يعني ما تسنناش. وزاره التعاون الدولي كانت مجتمعه معاهم شويه، فدي كلها في اطار اللقاءات والتشاورات، لكن ما كانش في معلومات متاحه اكثر عن المقابلات دي. ربما يعني دارت حول الاستعداد للانتخابات المقبله، طالما الموضوع له علاقه بالمجلس القومي للمراه ونقابه الصحفيين، ربما الامر له علاقه بهذا الشان. والله يا اخي ما انا بس اخمن، يعني مثلا نقابه الصحفيين تحديدا لها اكثر من علاقه بمجلس الوزراء، احيانا بيكون الموضوع متعلق بالتشريعات الاعلاميه واللجنه التشريعات الاعلاميه، احيانا بيبقى متعلق ب يعني مستحقات او مطالب معينه من الصحف القوميه، يعني في اكثر من موضوع اكثر من ملف مفتوح مع كل جهه من هذه الجهات. فما احنا ما عندناش تصريح رسمي وما عندناش كمان مصدر حتى اتكلم معانا، فما نقدرش نخمن الاجتماعات دي كانت، ولكن نقول انها في اطار
سلسله من اللقاءات اليوميه اللي بيجريها رئيس الوزراء في اطار التشاور والتحضير اما للمؤتمر الاقتصادي او مناقشه القضايا اللي هي بيتم مناقشتها مع كافه الجهات والمؤسسات الدوله. ورئيس الوزراء عايز اقول لحضرتك بيعقد مثلا فوق ال 10 15 اجتماع يوميا يعني. انا بشكر حضرتك استاذ منصور، مسؤول ملف مجلس الوزراء بجريده المصري اليوم، شكرا جزيلا لحضرتك.